من الرياض ينضم إلينا السيد هشام أبو جمع الرئيس التنفيذي لتقنية مكيال المالية. أهلا بك سيد هشام معنا في أسواق الشرق. بداية لو نتحدث عن السوق السعودي بشكل عام، هذا الارتفاع الجيد اليوم الذي نراه على التاسي، جلستين متتاليتين من الارتفاعات بعد سلسلة من التراجعات كنا قد رأيناها نهاية الأسبوع الماضي. قطاع البنوك ربما يبدو من أكبر المستفيدين. تعليقك على هذه الارتفاعات، كيف ترى دور قطاع البنوك في هذه المرحلة لدعم السوق، خصوصا أنه لا تزال التوترات الجيوسياسية السياسية نوعا ما يعني تلقي بظلالها على المعنويات العامة عالميا؟ مساء الخير اخت نور، مساء الخير اخ عبد الله، مساء الخير جميع المشاهدين الكرام. بالتاكيد يعني الارتفاع اليوم كان ربما سببه الاساسي هو موضوع رفع الفائدة بربع نقطة فقط. كان يمكن معظم المستثمرين، اتكلم عن الاسواق العالمية خصوصا في امريكا، كان يتوقعون يمكن ربما زيادة اكبر مع ارتفاع معدل التضخم، ولكن جاءت الارتفاعات بربع نقطة فقط. وطبعا الريال مرتبط بالدولار وبالتالي ارتفع معه يعني مع نفس الوضع. ولكن اذا دققنا اكثر في البيانات اليوم نجد انه المصارف التي تتبع الانظمه الشرعيه ارتفعت بشكل اكبر، لانه هي اكبر المستفيدين من رفع الفائده، لانه هم معظم الودائع لديهم نسبه كبيره جدا من الودائع لديهم بدون فوائد، او هي تحت الطلب كما تسمى بالمعنى المالي. بينما هم الان باستطاعتهم اظن زياده الفوائد او الارباح على المقترضين بربع نقطه، وهذا يؤدي بشكل ايجابي على نتائجهم الماليه. ماذا هشام عن مستويات السيوله؟ نتحدث عن التاثير المباشر، راينا مستويات سيوله مرتفعه خلال الاشهر الاولى من هذا العام، راينا مستويات لم نرها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد أن تم رفع سعر الخصم وأيضا والشراء معا، ما هو تأثير ذلك على السيولة داخل السوق؟ طبعا كنت أتكلم عن نسبة التداول، في الارتفاعات عالية جدا ورأينا تحسنات كبيرة جدا، ولكن أيضا هناك إذا كنت تقصد الزيادة في السيولة لدى المصارف، فالودائع ارتفعت بشكل خيالي، وربما الرقم الاخير سيولة السوق تجاوز 2.25 تريليون. التسهيلات المعطاه للمتداولين. طيب سيولة السوق ايضا يعني الان مثل ما ذكرنا عبد الله، انه ربع نقطه لا تؤثر بشكل كبير جدا على التغيرات او القرارات الاستثماريه، لانه تعتبر رفع طفيف جدا، وبالتالي انه مع الزخم القوي في السوق، وهما رايناه امس ارتفاعات 2% وتقريبا اليوم يصل الى 1%، هي تعوض اي خسائر او مصاريف ناتجه عن ارتفاع نسبه الفائده. وبالتالي هذا اليوم راينا عوده السيوله بشكل كبير، يعني ربما انخفضت التداولات الايام الماضيه مع انخفاض السوق ومع يعني تفاقم الحرب في اوكرانيا وبين اوكرانيا وروسيا، الى انخفاض المعدلات التداول في السوق الى يمكن 6 مليار او 7 مليار، ولكن راينا عوده قويه يوم امس وكذلك اليوم الى التداولات، وهذا يدل على انه رفع ربع نقطه لا يؤثر بشكل سلبي على السوق. طيب سيد هشام، اذا ما تحدثنا ايضا عن السوق بشكل عام، كنا قد تحدثنا سابقا مع ضيوفنا على انه رفع اسعار النفط او ارتفاع اسعار النفط فوق ال 100 دولار للبرميل، الهامش الذي تستفيد منه ارامكو يعني يتضاءل كلما اصبح الارتفاع يعني اكبر. في هذه المرحله اسواق او سوق النفط لا يزال يسجل نوع من التقلبات، من سيدعم السوق إذا كان النفط سيبقى في هذا الإطار من التذبذب، وخصوصا أنه القطاعات الأخرى تمت يعني سعرت كل التشديد النقدي الذي رأيناه اليوم؟ ممتاز، هي عدة اتجاهات أخت نور. نتكلم عن أول شيء عن موضوع أسعار النفط. 100 دولار تعتبر عالية جدا وتعتبر أعلى من المعدلات المتوقعة في الميزانية، اللي ربما تتحدث ما بين 60 إلى 70 دولار، ولكن طبعا هو رقم لا يكشف عنه ابدا، ولكن 100 دولار تعتبر اعلى بكثير من المعدلات الموجوده في الميزانيه، هذا من جهه. من جهه ثانيه ربما ذكرنا انه كان في اللقاء السابق انه من الخطا الكبير ربط تذبذب سعر ارامكو باسعار النفط، لانه اسعار النفط ترتفع يوم تنخفض ثاني يوم، المفروض ناخذ افريج او متوسط ايام كثيره حتى يمكن انعكاس هذا الموضوع على 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 سعر سهم ارامكو وعلى ارباح ارامكو. هذا من جهه. من جهه ثالثه بالنسبه للاقتصاد السعودي، يعني ذكرنا ربما في المره الاخيره انه وزير الماليه تحدث عده مرات انه الان
اصبح هناك ضبط اكبر للمصاريف، بحيث انه لو زادت الايرادات هذه الايرادات الزائده عن الحد ستتجه للاحتياطيات وليس للانفاق. كان في السابق ربما هناك يزيد الانفاق بشكل كبير جدا، وهذا ادى الى ربما زياده المصروفات عن الحد، وايضا وجود يعني نقص في الميزانيه بشكل كبير جدا على مدى السنوات الاخيره. منذ سنتين او ثلاث سنوات صار هناك تحديد اكبر للميزانيه، بين المصروفات تحدد بشكل كبير ويكون نسبه الالتزام فيها عاليه جدا، وبالتالي مهما زادت الايرادات من النفط هذا لن ينعكس على المصروفات، بل بالعكس هذه الاموال ستتجه الى الاحتياطيات طبعا لدعم احتياطيات واحتياط الدوله للمستقبل. وبالتالي هذه الادوات من الخطا ربطها بشكل كبير جدا على القرارات الاستثماريه في السوق، نظرا لانه اول شيء السعر كان مرتفع 100 دولار وارتفع الى 130 140 دولار، وايضا هذه ظروف حرب، فبالتالي ظروف الحرب دائما لا ناخذها بعين الاعتبار لانه الارتفاعات تكون دائما محدوده ما لنا مستدامه وتم يعني. وهذا ما شاهدناه انخفاض البترول صحيح، وهذا ما رايناه من انخفاض البترول من 140 الى 100 دولار خلال ربما اقل من اسبوع. سيد هشام ابو جامع، انا اشكرك جزيل الشكر على هذه التحليلات القيمه، دائما تثري فقراتنا. شكرا. انت الرئيس التنفيذي لتقنيه مكيال الماليه، شكرا جزيلا لك.